حضرتك شايف ان مشكلتنا مشكلة يعني تمسك بالرأي، وان رأيي هو الصواب، ده حتى في الكورة كل حاجة، يعني كل مناقشة ما بيننا كمصريين في غالبية الوقت بتؤدي الى مشكلة، مشكلة ما بين الاصحاب، مشكلة ما بين الزملاء، مشكلة ما بين حتى سياسيين، مشكلة ما بين اختلاف في الدين، يعني اي وجهات نظر مختلفة تؤدي في النهاية المشكلة. هل احنا اللي بنرسخ ده في ولادنا؟ طبعا احنا اللي بنرسخ ده في ولادنا، ولادنا بيتربوا على كده. وغير كده كمان احنا المفروض واحنا بنتعامل بنستخدم حاجة اسمها اسلوب الحوار او اسلوب طريقة الكلام. انا ممكن اخلي ابني يعمل حاجة هو عايز يعملها بس بطريقتي، وفي نفس الوقت انا ما فهمتوش ان انا بغصب عليك وبديك مساحة من الحرية، ولكن انا بقطع عليه حبل الافكار او الحاجة اللي عايز يعملها، ودايما رافض 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 رافض، ودايما بحسس ابني وهو صغير ان انت مالكش وجهة نظر، ان انت مالكش دور في اي موضوع، ان انت ما تتكلمش، ان انا اللي بديك من معلوماتي وبديك من خبراتي. ده ماشي شيء جميل، ولكن الولد بيحس ان هو ما عندوش شخصية، فبيطلع يمارس عقد النقص اللي اتكونت عليه ايام ما كان طفل صغير، يبدأ يمارسها على الناس في المجتمع، فيرفض اي فكرة قدام فكرته. لان هو اتربى على طريقة الايه، الضغط في الافكار. لكن وانا بربي ابني انا لازم اعرف ان احنا في الدنيا دي في اختلاف في وجهات النظر، ولازم نتعلم ان اختلافنا في وجهات النظر لا يفسد لاحترامنا اي شيء. صح. يعني احنا لازم نحترم بعض. ربنا خلق كل انسان بمميزات وعيوب وطريقه تفكير، وخلق الانسان التاني بنفس الشيء. ربنا في معادلته قال ان احنا بنكمل بعض. يعني انا بديكي من الصفات اللي عندي وباخد منك، وبحاول ان انا اقلل العيوب اللي عندي واساعدك في تقليل عيوبك، عشان احنا نتقبل نتقبل بعض. ولكن ان احنا نسخر من بعض ونهاجم بعض واضغط على ابني نفسيا وعصبيا، وهمش دوره وهمش شخصيته، انا بخلق ابن معقد بتشوهات نفسيه. في حاجه الاسر بيقعوا فيها في تربيه الاولاد، وانا بطلب من ابني ان هو ينفذ هذا الشيء وبمنعه من تنفيذ فكرته، لازم اعرف هو عنيد ولا مش عنيد. ما هو دي حاجه مشكله سلوكيه من المشاكل السلوكيه، ان ابني عنيد، فمهما كنت بضغط عليه في الفكره دي هو مش هيتقبلها، لان دي طبيعه شخصيته. ولو بصينا على العند هنلاقي ان الاب كان في يوم من الايام عنيد، الام او الخال او العم او الجد والجد واقرب الاقربين من الدايره. صحيح. فلازم اعرف ايه السيكولوجيه وانا بتعامل مع ابني العنيد عشان اخليه يتقبل الفكره. مش قصه ان انت لازم تعمل ده. طب ما هو مع الوقت هيقول لي انا مش قادر اعمل ده، ولو عمله علشان يرضيني او عشان ما ازعلش منه، هيجي مع الوقت ممكن يعمل الغلط من ورايا، لان انا كنت بجبره على الطريقه دي. ففي خطوات ان احنا نتعامل بيها مع الطفل العنيد اللي هو يتقبل الفكر. وانا بربي ابني وهو صغير لازم اعلمه ان انت عندك فكره، ولازم اقول له ان انت عندك راي، واخد رايه في البيت حتى لو في حاجات صغيره، يدينا تفاصيل صغيره، واقول له تعالى اشركنا، قول لي ايه رايك في الحاجه دي. انا لما اقول لابني كده انا برفع مكونات